في يوم قرر سليم يروح رحلة مع أصحابه معاذ ومسك عشان يتعرفوا على الحيوانات ويشوفوا الحيوانات اللي عمرهم ما شافوها قبل كده. شكله هيبلون جميل يا معاذ. تفتكروا أصحابي أول حيوان إيه هنشوفه النهاردة؟ ممكن تكون زرافة كبيرة شوية، بس أنا بصراحة نفسي أقابل أرنب صغنون. يلا نمشي ونشوف. ايه ده، بص يا سليم، شوف ده السنجاب جاي علينا اهو. ازيكم يا اطفال، انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ اكيد جايين تشوفوا الحيوانات. ايوه يا سنجوب، ينفع تقول لنا بتاكل ايه؟ انا بحب البندق جدا، تحب تاكلوا معايا؟ لا لا شكرا، احنا محتاجين نقابل حيوان تاني علشان بقيت اليوم ما يروحش. انت يا مسك مستعجلة تشوفي الأرنب البري؟ أيوة طبعا نفسي أشوفه. إيه ده، مش هو ده اللي جاي من بعيد؟ إزيك يا أرنوب، ممكن تقولنا بتاكل إيه؟ عادي جدا يا أطفال، أنا باكل جزر، تحب تاكله معايا؟ لا شكرا يا أرنوب. وبعد شوية من المشي الكتير قابلوا حيوانات تانية. سليم معاذ، بصوا مين اللي جاي علينا؟ ده الفيل يا مسك. اهلا بحبايبي الصغننين، يا ترى جايين تشوفوني النهارده؟ نورتوا الغابه. احنا فرحانين ان شفناك يا فيل، لونتك دي جميله جدا. ممكن تقول لنا بتاكل ايه؟ طبعا يا حبايبي هقول لكم انا باكل ايه. انا باكل اشجار وباكل حاجات كتير بس كلها خضار. يا ريت تاكلوا زي الخضار علشان تكبروا. نوعدك هنعمل كده. باي باي. يلا بينا نروح نشوف الغزالة. ازيكم حبايبي الصغننين، شرفتونا في الغابة النهاردة. ممكن نعرف انت بتاكلي ايه؟ طبعا يا زغنونة، ممكن اقولك انا باكل الخضار علشان بيخليني سريعة قوي. لو في اسد عايز يجري ورايا وياكلني هكون اسرع. ماشي يا غزالة، باي باي. فين يا أصحابي العصفور الأزرق الجميل ده؟ أهلا بحبايبي الصغننين، نورتوا الغابة. أنا مبسوطة خالص إني شفتكوا. بتعملوا إيه هنا؟ جايين نتفرج على الحيوانات ونعرف بياكلوا إيه. آه يا زغنونة، طبعا يا حبيبتي هقولك أنا باكل الحبوب، يعني زي القمح والحاجات دي. شكرا ليك يا عصفورة، استفدنا منك كتير النهاردة. كفاية بقى النهاردة يا صحابي، ويلا بقى نروح ونيجي يوم تاني نشوف الحيوانات المفترسة. ريت يا معاذ، أنا تعبت النهاردة جدا. روحوا أصحابنا النهاردة عشان تعبوا، وفي يوم جديد هنحكي حدوتة تانية معاهم ومع الحيوانات المفترسة. لو عجبتكم الحدوتة اشتركوا في القناة واعملوا